إذا للوقوف عند أيام العطل الرسمية وتزايد أعدادها وأثر ذلك على الإنتاج ومن ثم على الاقتصاد في العراق، لأجل ذلك ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، مرحبا بكم. نواب يبحثون إصدار قانون ينظم أيام العطل بعد أن تجاوزت 150 يوم. دكتور صباح، 150 يوم مبالغ في هذا الرقم؟ يعني هل توجد دولة في العالم أيام العطل الرسمية في السنة الواحدة 150 يوم؟ حقيقة هذا الجانب في العراق هو انعكاس للفشل في العملية السياسية، وبنفس الوقت عدم توظيف الإيرادات الكبيرة جدا للعراق من إيرادات النفط في مشاريع استثمارية لامتصاص البطالة وغيرها. فالعمل على زيادة عدد العطل الرسمية أدت إلى مشاكل اقتصادية ومشاكل حتى اجتماعية، وانعكس ذلك في عملية التنامي في العقلية الثقافية للفرد العراقي في استثمار الوقت لصالح المجتمع العراقي وصالح الدولة. هذا جانب أيضا مهم جدا. حقيقة في العراق سبق أن في عام 2015 طرح هذا المشروع للعمل على التصديق عليه في مجلس النواب، ولكن لم يفلح في تلك الفترة نتيجة للصراعات السياسية وعكس المصالح الحزبية، خصوصا للقوى الدينية التي تغذي العمل الطائفي في جميع برامج الحياة بما فيها إقرار القوانين في مجلس النواب. واستمرت عملية المحاولات المختلفة إلى أن حاليا تم العمل على طرحه في مجلس النواب، ومجلس النواب يعيش حالة من حالات عدم وجود رئيس لمجلسه، وهذه كأنه فرص للعمل على تمرير بعض القوانين أو القرارات، وبنفس الوقت للتغطية على طبيعة الفشل في جوانب كثيرة في الحياة التي دخلت في أزمات خطيرة جدا في العراق على مدى 20 سنة الماضية. وبنفس الوقت مقارنة بالعالم المتحضر الذي يعمل على بناء دولة المؤسسات، يحاول جاهدا العمل على تقليل وتقنين عملية العطل الرسمية والابتعاد في العالم كله، والابتعاد أي شكل من أشكال العطل التي تمس القوميات وتمس أيضا الطوائف والمذاهب والمناطقية وغيرها. لذلك يحاولون جهد الإمكان تقنينها بحيث تكون شمولية لجميع الشعب الموجود فيها بمختلف انتماءاته وقومياته ومذاهبه ودياناته. هذا بالعراق بصراحة نلاحظ أن الحكومات المحلية في المحافظات لها صلاحيات بهذا الاتجاه، ورغم أنها خطأ كبيرا تعتبر في مسار الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى في داخل المحافظة أن تتخذ قرارات مثل هكذا في عملية التعطيل الوظيفي لدوائر ومؤسسات الدولة. طيب دكتور صباح، ولذلك نعم دكتور صباح، عفوا المقاطعة، يعني بحسب مؤسسة فريدم هاوس ومنظمة الشفافية الدولية تتحدث أن عدد دقائق العمل للموظف الحكومي في اليوم الواحد لا يتجاوز 12 دقيقة. هل هو إهمال من قبل الموظف أم سوء إدارة من قبل الحكومة؟ هناك عدة عوامل بصراحة تؤثر في هذا الجانب في إنتاجية الموظف. أولا أن دوائر الدولة الخدمية حقيقة نلاحظ أنها تمتلك حالة من حالات الترهل الكبيرة جدا، وهي نوع من أنواع البطالة المقنعة. العمل في توزيع ساعاته على الموظف وإنتاجيته، نلاحظ أن لكل 10 أفراد من الشعب العراقي لهم موظف، وهذا شيء منافي للقواعد الدولية والعالمية
التي تؤكد أن الموظف يجب أن يعمل على خدمة ما لا يقل عن 100 مواطن في ألمانيا. نلاحظ أن الموظف الواحد يعمل على خدمة أكثر من 150 مواطن، وفي مصر بحدود حوالي 25 مواطن، أي بمعنى أيضا هناك عملية تعطيل للقانون الدولي، وبنفس الوقت يدلل على وجود بطالة مقنعة في هذه، وكذلك أيضا في السعودية 22 مواطن الموظف يعمل على خدمتهم، وهذا بصراحة يعطي الإمكانيات لتقليل الساعات الإنتاجية التي يقدمها الموظف للمواطنين بالعراق متدنية إلى درجة كبيرة جدا. ولذلك نلاحظ أن عملية الكسل والابتعاد عن عملية التطوير وانعدام الكفاءات لا يتمكن الكفوء في مؤسسات الدولة بالعراق الظهور بنتاجه وعمله بشكل جيد لكثرة عدد الموظفين في مؤسسات لا تحتاج هذا العدد، علما أن هناك أكثر من 6.5 مليون موظف بما فيهم المؤسسات الأمنية أيضا. هذا العدد الكبير بصراحة يشكل حوالي 9% من السكان، وهذا خطر جدا حقيقة غير موجود في العالم. نعم. بهذه النسب الكبيرة. ولذلك نلاحظ لا توجد أي مشاريع لامتصاص البطالة باستثناء عملية التوظيف على حساب الأداء والمهنة والإنتاجية في الموظف الواحد في اليوم. طيب دكتور صباح، يعني في الشؤون العامة السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية والاجتماعية الأمنية أيضا، يقال في أنه في أي يعني قرار يصدر لابد من أن نبحث عن المستفيد. تحويل العراق لبلد مستهلك غير منتج وتعويد المجتمع على الخمول من خلال هذه العطل الكثيرة يخدم من؟ يعني بمعنى آخر، من هو المستفيد من وراء كل ذلك؟ حقيقة أول جانب جوهري وأساسي، القوى السياسية التي تعمل على إدارة الدولة لا تمتلك أي شكل من أشكال المشاريع الحقيقية التي تعمل على بناء دولة توظف إمكانياتها وثرواتها في العمل الإنتاجي لخدمة المواطن، أي زيادة الإيرادات وتعضيدها في الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها اللي تنعكس إيجاباً على ترفيه وحياة المواطن والفرد، بل تعمل دائماً القوى الدينية بالذات الإسلامية حقيقة في إدارة الدولة تعمل على عملية الكفاف الواضح في عملية تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن، وكأنها هي راعية لهذا المواطن دون أن يكون له دور في العمل الإنتاجي والصناعي والإبداعي بكل المجالات بالحياة. ولذلك نلاحظ هناك أيضا قوى إقليمية ودولية تعمل على إبقاء المجتمع العراقي مجتمع استهلاكي غير منتج لتصريف منتجاتها بكل اتجاهاتها وأشكالها وأنواعها، وهذا يعطينا إمكانية لزيادة عملية التجهيل، وهذا ما نلاحظه في المجتمع أن أغلب المشاريع التي وظفت منذ 20 عام ولغاية الآن لم تعطي ولم تعكس أي شكل من أشكال الاقتصاد الحقيقي في الإنتاج، يعكس ذلك على رفاهية المواطن من حيث السكن. ولكن دكتور من حيث الخدمات، هناك من يقول ويدعي أن العطل الكثيرة لا تؤثر بالتالي على الإنتاج ولا تؤثر بنتيجتها على الناتج القومي المحلي للعراق، كيف يمكن الرد على ذلك؟ لا يمكن، هذا بصراحة هذا في النظرية خاطئة جدا. يعني احنا نعرف ان زيادة ساعات العمل، وهذا يتطلب بعض الأحيان خصوصا في القطاع الخاص،
يعمل القطاع الخاص على تعويض العاملين عن الساعات الإضافية من أجل زيادة الإنتاج واستمراريته. كيف ذلك أن العطل وغيرها لا تؤثر على عملية الإنتاج، بل تؤدي في مجتمع كالمجتمع العراقي اللاحظ أن تم إدخال المجتمع بكل اتجاهاته وطبقاته وألوانه وأشكاله في مختلف أنواع الأزمات التي لا تحل، كالكهرباء، المياه، الجفاف، كذلك أيضا النقل، أزمات خانقة بالعراق لم تتحرك العملية السياسية وقادتها في العمل على حلها بالأسلوب السليم والصحيح الذي يقدم المواطن، بل في فترة وأخرى تعمل على إقحامه من أزمة إلى أخرى. نعم دكتور. كي يعمل على تناسي الأزمات الأولى. عبر سكاي من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.